واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات لت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كأنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا أنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم هنا لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمسه في الليلة إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن
وأكرم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلامة على الحاضرين، والحمد لله. هدي روحي ذي مرحومتك يا ربي، تجبو وجهك وقبول بك إن شاء الله، تواب تماما إنسانا شوين رحمته، جبركته فيز ياسين فايدار بك يا إله العالمين. إن شاء الله يا ربي كأم خاطر ذي ميت مشان جامعة مزن حتى بدأ هر قفز مآبت يا إلهي، تجوير بخي خير وحسنات وجمرجي وجمريمة تبارة إن شاء الله تعالى، خصوصا جروح بيغنبر عليه الصلاة والسلام را قالوا أصحاب أتباع ويتبع، وبالخصوص جروح مرحومة مرة تعالى خير أواحم يا مظلمك إن شاء الله قبول بك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.